سلمى بسوريا بالعلم هدف لكل طالب بيحمل حلم طموح وهدف، وابواب الجامعات السوريه بقيت مشرعه امام الطلبه العرب يلي تشاركوا على مقاعد الدراسه احلامهم. اكيد سوريا اليوم بينطلق اعمال المجلس المركزي الذي يعقد الاتحاد العام للطلبه العرب، والذي ياتي بالتزامن مع انعقاد ملتقى الطلاب الشبابي العربي للتضامن مع سوريا بحرب ضد الارهاب. رح نحكي اكثر اليوم مع ضيوفنا الدكتور نضال عمار الامين العام للاتحاد العام للطلبه العرب، وأيضا ضيفنا محمد متقالي رئيس الاتحاد العام الجزائري للشباب. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. صباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيكم والحمد لله على السلامة. بداية رح نتوجه للدكتور نضال لنتوقف على عند انعقاد المجلس المركزي للاتحاد العام للطلبة العرب، وكيف البوصلة، لوين متوجه البوصلة؟ بداية أنا بنشكركم على هاللقاء وعلى أعطانا فسحة من المجال للحديث عن هموم الطلاب وفعاليات الطلاب والشباب العرب. وحقيقة المجلس المركزي للاتحاد العام للطلاب العرب هو محطة دستورية سنوية تعقد في بلد وفي عاصمة عربية، وهذا العام كانت دمشق، دمشق المقاومة برمزيتها دمشق الصمود، هي المحطة الأساسية للمجلس المركزي للاتحاد العام للطلاب العرب، وكان معها مرافق الملتقى التضامني الطلابي والشباب العربي لتضامن مع سوريا وفلسطين وليبيا والعراق واليمن وجميع قضايانا، لكن تبقى سوريا هي الأساس في هذه الحرب الإرهابية. الحقيقة لدينا ما يقارب 40-45 منظمة طلابية وشباب حضروا إلى دمشق جميعا من أجل هذه الفعالية، وجميعا حريصين على التواجد رغم المعاناة والسفر والوصول، لكنه أكدوا على مشاركتهم وحضورهم في هذا المجلس المركزي وفي هذا الملتقى. إذن نستطيع القول بأن المجلس المركزي واللقاء التضامني هو رسالة من الطلاب والشباب العرب لطلبة وشباب سوريا ولكل الشعب السوري، وعلى رأسهم الجيش العربي السوري في هذه الحرب الكونية التي يدافع عن الأمة العربية فيها، ليقولوا لهم نعم نحن مع صمود سوريا وواقفين مع الشعب السوري، وليس كما ينقل الإعلام وجود بعض الشباب العربي من بعض الدول العربية مع أولئك المسلحين والعصابات المرتزقة. أكيد يعني رح نحكي أكثر عن هذا الدور وفعاليته وأيضا المؤتمر، ولكن بدي انتقل للأستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك بسوريا، هي يمكن مو المرة الأولى اللي بتزور فيها سوريا. أولا أنا سعيد بحضوري في الإخبارية وبودي أن أخبرك أني متابع الإخبارية من الجزائر، فأنا سعيد بالحضور. نعم، هذه المرة الثالثة التي أحضر إلى سوريا، وكان حضوري في أيام صعبة جدا، يعني سنة 2013 بحمص وسنة 2014 بدمشق، وأنا سعيد جدا بالتطورات. كيف شفت سوريا هلأ؟ يمكن بعد ما في كثير انتصارات للجيش العربي السوري بمساحة كثير كبيرة. أنا عندي تصريح للإخبارية والميادين سنة 2013، متأكد أنه سوريا سوف تصمد وسوف يكون صمودها مخرج الأمم العربية في يوم آخر، وسوف تكون هذه الرجعيات العربية التي دعمت الإرهاب في سوريا سوف تكون في مأزق يوم تكون سوريا في حالة انفراج. وها هو اليوم ترون ما يحصل في الخليج العربي، واليوم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار. نحن هنا حضرنا المرة الثالثة تضامنا بالطبع التزامنا مع الإخوة في اتحاد طلبة العرب وتضامنا مع سوريا. واللافت ربما يتفق مع رفيق نضال أنه هذه السنة حضور المغرب العربي متميز في اتحاد طلبة العرب بوجود الإخوة الأشقاء بالمملكة المغربية، الجزائريين حضورهم دائم ووقوفهم إلى سوريا، بالإخوة تونس وليبيا. طبعا ليبيا هم رئاسة اتحاد طلبة العرب رغم الظروف الصعبة التي يمرنا بها، والحمد لله أنا مطمئن وسوف أعمل ككل مرة على نقل رسائل الطمأنينة إلى الجزائر بخصوص الوضع في سوريا على ارض الواقع وليس عن طريق فقط الاعلام. نعم. ان شاء الله يا رب، وبنرجع بنقول لك الحمد لله على السلامه واهلا وسهلا فيك ببلدكم الثاني سوريا. رح نرجع نتوجه كمان للدكتور نضال نسالك عن ابرز القضايا يلي رح يناقشها المجلس واللي رح توضع على الطاوله، يعني هناك قضايا طبعا مهمه وهناك قضايا اهم، خلينا نحكي عنها شوي. احنا عندنا برنامجين متوازيين، برنامج المجلس المركزي وبرنامج الملتقى التضامني، وبعتقد بعد 10 دقائق سينطلق أعمال المجلس المركزي. سيكون في جانبين، الجانب الأول هو الجانب السياسي يتعلق بجميع قضايا الأمة العربية، سوريا وفلسطين والعراق واليمن وكل قضايا الأمة العربية. الجانب الآخر هو سيكون الجانب التنظيمي، الجانب التنظيمي وحياة الاتحاد العام للطلاب العرب. بالتالي أهم القضايا التي يواجهها المجلس المركزي وسوف يتصدى لها في هذه المرحلة هو ماذا يمكن أن يقدم الطلاب والشباب العرب
على مستوى ساحاتنا العربية كاملة، من المغرب العربي للمشرق العربي لكل الساحات. ونحن في الاتحاد العام للطلاب العرب لنا بوصلة ولنا هوية، هي فلسطين بوصلة الاتحاد العام للطلاب العرب وجميع القوى الشبابية والطلابية. أيضا هناك مسألة أساسية، نحن نميز ونفرق تماما ما بين الأنظمة والحكومات العربية وما بين الاتحادات الطلابية والشبابية وجماهير الشعب قاطبة. بالتالي الاتحاد العام للطلاب العرب اتحاد منفتح على كل الاتحادات التي تؤمن بمبادئ وأهداف الاتحاد العام للطلاب العرب. ولو كان هناك مجال للحديث عن البرنامج الخاص بالفعاليتين، أيضا بنفس التوقيت انطلاق المجلس المركزي لدينا فعالية موازية هي انطلاق اللقاء الحواري الطلابي الشاب العربي. أعطيناه شعار، هو الشعار القلم المقاوم والفكر المبدع. نعم. لطلبتنا، وسوف يلتقون في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات في جامعة دمشق. نعم. أيضا الساعة 10 ومجموعة من الشباب العرب والشباب وطلاب الجامعات السورية لكي يكون هناك نوع من الحوار، نوع من تبادل الأفكار والتجارب. وأهم نقطة نركز عليها هو أن يتحدث طلبة سوريا كيف استطاعوا خلال 7 سنوات أن يتصدوا الحرب والإرهاب ويتابعوا تعليمهم العلمي جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري. نعم. نضف إلى ذلك هناك جلسة مسائية أيضا، اللقاء تضامني حواري سيكون أيضا لمتابعة الأعمال، سنستمع لكل الوفود بلقاءات تضامنية. وسيكون اليوم التالي هو يوم غد الاثنين لافتتاح الرسمي للملتقى التضامني على مدرج جامعة دمشق، وهناك كلمات للساحات ستعبر عن مواقفها. وهناك بعد انتهاء الملتقى، افتتاح الرسمي للملتقى، سيكون هناك زيارة للنصب التذكاري لشهداء طلبة الجامعات السورية. سيتم وضع كلمة الزهور وقراءة الفاتحة باسم جميع الوفود العربية المشاركة، وهي رسالة ستكون من خلال وثيقة تقدم باسم الوفود الطلابية، وثيقة وفاء وعهد لشهداء، لأرواح شهداء الحركة الطلابية والشبابية السورية. نعم. وإلى جميع شهداء سوريا في حربهم ضد الإرهاب والإجرام اللي تعرضون له. أكيد الرحمة لأرواح كل شهداء. أكيد. من طلاب، من عسكريين، من مدنيين. يعني خلال فترة الحرب مثل ما ذكرت حضرتك العلم ما توقف، بالعكس كان في إنجازات كتير كبيرة. الاتحاد العام الوطني لطلبة سوريا كان له كتير دور. الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. نعم. دوركم أيضا بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا خلال فترة الحرب. نحن أولا لابد من تسجيل شكر خاص للاتحاد الوطني لطلبة سوريا، لأنه هو استضاف هذه الفعالية جميع المنظمات، وهو يستضيف مقر الاتحاد العام للطلاب العرب منذ عام 80 في دمشق. نعم. ويقدم له كل الدعم والمساندة والمؤازرة على جميع المستويات، وهذه ليست فقط للإعلام، إنما حقيقة نتحدث فيها في تقاريرنا كاتحاد عام الطلاب العرب. نضيف إلى ذلك نحن نعيش التجربة الطلابية والشبابية لطلبة وشباب الجامعات. نحن نشاهدهم في الجامعات، نشاهدهم بالمعاهد المتوسطة، المعاهد العليا، نشاهدهم في الجبهات إضافة إلى عملهم. لذلك وضعنا شعار الندوة الحوارية القلم المقاوم والفكر المبدع، لكي نقول طلابنا ليس فقط في مقاعد الجامعات إنما على الساحات. وحتى بنفس الوقت وجودهم في الجامعات هو معارك، هو صمود، هو قتال كما في الجبهات. فالجامعات، وتحدثت لأخي وشقيقي ربيع قبائلي وكل المنظمات العربية. نعم. بأن الجامعات السورية لم تغلق على الإطلاق، لم تغلق، فما بالك بالمرحلة الثانوية أو المدارس الابتدائية. فهذا فعلا لابد شيء من الصمود، وحالة من الصمود والذهول لابد من دراسته والوقوف عند هذه التجربة للاستفادة منها مستقبلا. نحن نسجل تحية إكبار لطلبة وشباب سوريا متمثلين بالاتحاد وطلبة سوريا، الذي على رأسه زميلنا الدكتور عمار ساعاتي، لأنه فعلا قدموا شيء لا يوصف على كل المستويات. أكيد الله يعطيكم العافية ويعطي جميع يلي طبعا ساهموا بهذا الموضوع العافية على الجهود المبذولة. رح ننتقل لحضرتك وأسألك عن الطاقات الشابة، كيف شفت الطاقات الشابة وكيف شفت تفاعلها مع القضايا العربية من خلال وجودها بالمؤتمر، من خلال وجودها حتى على المقاعد مع بعضها؟ نعم، هو في المرحلة الحالية يعني بعد الربيع العربي في المنطقة. نعم. وكذا هناك تشكل وعي جديد للشباب العربي. ولو نرجع قبل 10 سنوات أو 7 سنوات الظاهرة في الربيع العربي، تحس أنه كل هالحكاية الربيع العربي خلقت من الأول الأخير لضرب سوريا، يعني التكالب على سوريا من كل الدول واستهداف الإعلام والصمود نتاعها. نعم. وأصبحت قضية دول، تحس أنه كل ما جرى في الدول العربية اختلفت طبعا المسميات. نعم. طبعا ولكن. نعم. اختلفت يعني كل ما صار كان. نعم. اليوم
الأخوة السوريين والاتحاد الطلاب العرب راح يساهموا من خلال هذا اللقاء، لأنه موجود عدد كبير من الاتحادات الطلابية العربية وموجودة داخل الجامعات، وبالتالي راح تصنع رأي عام. تعرف الجامعات هي فضاء سياسي في الدول، تشكل فيه الإعلام، تشكل فيه الأحزاب، تشكل فيه المجتمعات المدنية. اليوم أنا بصدد خلق وعي ولا خلق تصور جديد للمنطقة، كاين تجدد، كاين تغيير في المفاهيم. حتى اتحاد طلبة العرب كنت مع زميلي أمس نضال محمد باكشر كذا، راح يكون كاين فكر جديد، راح يكون تصورات جديدة بناء على التجربة سواء اللي عاشتها سوريا ولا عدد من الدول العربية، وبناء على التجربة اللي عاشتها الجزائر. ما يمكنش نبقاو في نفس طرق التفكير وطرق التعامل. تجربة 10 سنوات في الجزائر. نعم. من الإرهاب 10 سنوات. نعم. مرت بالتسعينات على الجزائر. لا، هو لما تشوفها نفس الشيء اللي مرت به الجزائر تمر به سوريا. فقط سوريا هناك تكالب خارجي، هناك مرتزقة. صحيح. في الجزائر ظل الموضوع يعني جزائري جزائري، صح كان تأثير إعلامي، كانت هناك ضغوطات، ولكن في الجزائر لا يوجد مرتزقة منها. نعم. أما في سوريا إن شاء الله احنا نتوقع بعد تطهير سوريا من المرتزقة من مختلف دول العالم إن شاء الله، راح يساهموا الإخوة في اتحاد طلبة العرب أفكارهم في تشكيل وعي جديد، تشكيل أفكار جديدة، تشكيل مبادئ جديدة. حنا عمل عليها في هذا المؤتمر راح ينطلق حاليا إن شاء الله وعلى مدى يومين إن شاء الله. نعم. أستاذ محمد، عادة الإرهاب بيستهدف الشباب باعتباره هو خلينا نقول الأساس ببناء المجتمعات، هو القادر على نقل الأفكار بسرعة وأيضا على امتصاص الأفكار السلبية أو الإيجابية بسرعة. كيف خلينا نقول التجربة الجزائرية مثل ما حكيت حضرتك، كيف ممكن نقلها؟ شو هي يمكن المحاور أو اللي راح تدخلوا وتكون لكم مشاركة فيها بالمؤتمر لحتى تنقلوا هي التجربة الجزائرية ودور اتحاد الطلاب في هاي المرحلة؟ أنا نتكلم على تجربتنا في الجزائر طبعاً. راح نكون سعيد نقلها. طبعا هو بعد أي حسم عسكري على الأرض لازم يكون هناك عمل سياسي. احنا في الجزائر الجماعات الإرهابية ونظن نفس في سوريا يستهدفوا الشباب إغراءهم من خلال وسائط الاجتماعية، من خلال السوشيال ميديا، الفيسبوك، تويتر وإلى ذلك. احنا نخذوا معهم معركة إلكترونية، حرب إلكترونية استونا في سوريا. إذا كان نفس الفكرة أو نفس الموضوع، ما حاولوا ما خلوش المجال في الوسائط وفي المجالات للجماعات هذه أنها كيف نعبر، أنها تستحوذ على الوسائط الإعلامية وتستحوذ على عقول الشباب. هم يعتمدوا على فتاوي وعلى ايديولوجيه دينيه معينه يعني متطرفه، فكر متطرف، فكر الدين الوهابي المتطرف على. نعم. كل ساعه وطن العرب. يعني هذا دورنا، احنا ركزوا على الوسائط الاجتماعيه، ركزوا على اللقاءات، على المتقاوات. نعم. على المجالات الحواريه. من نظن انه نفس الشيء نفس سوريا، يعني حتى تجنيد الشباب ولا كذا يتم عبر وسائط. صحيح. يعني طبعا نحن كثير سررنا بوجودكم اليوم معنا ضمن فقرتنا. ايضا بدنا نشكر الجهود المبذوله كافه، بدنا نتشكر وجودكم معنا وان شاء الله موفقين بكل اعمالكم. واحنا بدنا نشكركم على اللقاء الجميل، وبدنا نشكر باسم الاتحاد العام للطلاب العرب فعلا كل الوفود الطلابيه العربيه التي ادت الى سوريا وعبرت عن مواقفها التضامنيه الفعليه الميدانيه الحقيقيه، وشكر خاص لمنظمة الاتحاد والطلبة السوري التي تستضيف هذه البوتقة من الشباب والطلاب العرب. وكنقطة أخيرة يقول لي شقيقي ربيع بأن الإعلام متواضع ويستخدم هذا الإعلام المقاوم، هذا الإعلام المقاوم لابد أن نكون له. نحن بإمكانيات بسيطة بنقدر ننقل صورة كتير كبيرة. هذا هو الهدف، الشخص دائما ينظر للإمكانيات البسيطة اللي عنده لحتى ينقل الشيء. الفكر يمكن هو الأساس في أي شيء، لهيك أنتم موجودين اليوم معنا لحتى تنقلوا فكر وتحافظوا على أفكار جيل كامل. هذا واجبنا. أكيد بدنا نشكر وجودكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك بالشام مرة ثانية. شكرا. وهلا بننتقل لغرفة الأخبار لنتعلم.